فحسب بيرجع هون عم نرجع نشوف موقع الشقه مثل ما قلت لنا بالاول. فاذا بالنسبه هيك لا اذا بدنا نعمل خلاصه عن الشغل اللي عملتي يعني كخلاصه عامه كان موقع البيت منيح وتقاسيم ايضا البيت منيح منك بحاجه لاي تكسير انما بنقدر نعمل اصلاحات صغيره بالطريقه اللي حكيتينا عنها اللي هي هيك كخلاصه كخلاصه يعني مثلا عطيت المثل بس كمان بالبلكون بالعنصر المالي المفروض يكون كمان في عنصر الماء يعني فيها تحط اكواريوم. اذا بنطلع شوي على الفاجئ بس الصوره عاده هلا هي الست فاجتني اعطتني خريطه خريطه البيت انا جربت قد ما في اشتغل عليها. هلا انا حتى ازيح الموف هون بتخلص شقتها هون صار شقه ثانيه نحن بمبنى الان هون اشتغلت على مثل ما قلت على كذا عناصر هون في ارقام كل رقم بيدل على نوعيه طاقه فهون انا بين معي انه مثلا 7 7 هي موقع هون تنقول اذا اخذنا نورث ايست هون موقع البلكون الصالون اللي شفناه بالريبورتاج هون قلنا عنصر المالي بس عندها ارقام 7 7 مثلا الرقم السبعه يعني من 2004 ل 2022 بتجرد نوع من طاقه سلبيه رقم السبعه مع انه نحن بنعرف انه السبعه هو رقم الكمال ورقم منيح صح السبعه كان يمكن ب 2007 كان عنده فتره كثير منيحه بس بعدين يعني هلا 2009 عم نطلع لقدام 10 سنين لقدام رقم السبعة مش منيح بيعمل لها مشاكل طفيفه مثلا يمكن بيتخرب شيء بالمطبخ بصير في يمكن حريق لا سمح الله رقم السبعة ويمكن كمان بخليها لعنصر المالي يخفف من الطاقه الايجابيه من عنصر المالي يعني مثل واحد عنده اوبورتونيتي يعمل كثير مصاري بس في شيء عم بيعمل اوبستاكل على هالشيء هذا رقم السبعة بيعمل فبنصلحه بالعنصر المي اللي هو الاكواريوم نعم ففي كذا ارقام فينا نصلحها يعني فينا نعمل توازن هيك ما بين العنصرين اكيد رح اعطي مثل كمان اتجاه بيتها انا شو اخذت اتجاه بيتها وتواريخ الميلاد بين ما اذا طلعنا على الصوره هون المدام والمسيو طلع انه عندهم نفس الطاقات الايجابيه والطاقات السلبيه يعني نفس الاتجاهات صح شخصيات كثير متقاربه كيف بتعملي هيدا الدراسه عن الشخصيه؟ باخذ تاريخ الميلاد وبعدين باخذ بجربه اعمله كمان بعمله طي مع الاتجاه الشقه تشوف كيف تقسيم الشقه لشوف كيف الشخص عم يتفاعل بقلب الشقه وشو نوعيه الطاقه الموجوده بالشقه تشوف اذا عم بتاثر سلبيا على شخصيته على تقدمه بشغله على صحته فعالاساس بعمل الدراسه فبيبين بالاخر معي اتجاهات معينه لكل شخص هذا بنسميه بالفونغ شوي لايف جوا او يور بيرسونال دايركشن يعني الاتجاهات الخاصه شخصيه لكل شخص مثلا اعطي مثلا كثير بسيط فيكم مثلا بالصالون انت نفس الاشخاص سوا قاعدين بيرتاحوا يقعدوا بالصالون اكثر في اشخاص مثلا الاولاد قاعدين بالعائله بحبوا يقعدوا باوضه النوم اكثر هون بنحكي عن اتجاهات الشخصيه بين معي اتجاهات شخصيه بالكابل متزوجين طلعوا مثل بعضهم يعني مش هيك موقع الماستر بيدروم طلع بموقع الطاقه الايجابيه لهم الاثنين عادة بالفنك شوي بننصح بالكابل يعني هيدي حالة مثالية انه يكونوا الاثنين مثل بعضهم متزوجين تما يتخانقوا بس يمكن هيدا قليل ايه قليل لتصير ساعتها التصليحات بتصير بالعناصر وساعتها باتجاه التخت يعني ساعتها بنشتغل اكثر على الشخصية وعلى الالوان اكثر مش هيك انا ما عزت بحالتها انه كثير حط عناصر بأوضة النوم ما عزت كثير غير الالوان لانه بالاساس هن موجودين بموقع الطاقة الايجابية الاثنين مثل بعضهم يعني ولكن كانت عم تقول انه لما كانوا بشقة سابقة لا كان عندها شوية أكيد مشاكل أكيد اتجاهها كان غاشي وتقسيمها بالرغم من أنه الشخصية بتكون ذاتها مثل ما عم تفسري بالأرقام بس كمان الموقع هون له أهمية كثير كبيرة على طبيعة العلاقة أكيد إذا أخذت مثل كمان الصبي ابنه كمان اتجاهه الشخصية مش مثل أهله فهون بين التعاكس بين الشخصيات مشان هيك موقع اوضته احسن يعني ما تكون بموقع نفس الشيء مثل الماستر بدوم مشان هيك هو بيرتاح باوضته ما بيرتاح يمكن يبقى معهم بالماستر بدوم فهون من وراء الاتجاهات الشخصيه بنصير نقسم اوض النوم الاحسن للاشخاص تيقدروا تتجدد الخلايا تما يصير معهم مشاكل صحيه بعدين هلا هون اتجاه الشقه كمان مقسوم لعده اقسام هون من وراء هالشيء الدراسه اللي بينت معي قدرت اقسم نوعيه الطاقه قدرت اعرف شو وين عم بياثر وين عم بيزيد او فيني نقص بالعناصر هلا كمان بالفنك شوي في علاقه كثير مع طبيعه العمل يعني طبيعه العمل او الكارير يعني الشخص بيختار المهنه كثير لها علاقه كمان باختيار المكان المناسب لمهنته
مثلا هن حسب يعني اتجاه شقتهم ساوث ويست بالفونغ شوي. ساوث ويست يعني لها علاقه كمهن جنوبي غربي يعني جنوبي غربي، المهن المناسبه يعني كثير منيح للاشخاص يقعدوا بهيك شقه. هلا انا ما بعرف شو المهن فاتوا فيها، بس انا لانه بعرف كفونغ شوي يعني عم بحكي من ناحيه الفونغ شوي، هذا بهالاتجاه يعني كدراسه بهالاتجاه نفس الاتجاه مثل شقتهم، المفروض يكون الاشخاص قاعدين بهالشقه عندهم المهن التاليه، يكون عندهم يا فيزيوثيرابي يعني له علاقه كله بالعطاء بالخير، يا بالفيزيوثيرابي يا بيكونوا عمالين بيشتغلوا بيعملوا اشياء اعمال يدويه، يا بيكونوا نحاتين يا بيكونوا فنانين. فعاده بالفونغ شوي كل اتجاه له، مش بس له علاقه بالسيد اللي شفناها بالريبورتاج بترسم، يعني اللوحات اللي بنشوفهم بالبيت عم ترسم هي رسامه. ايه فهون بين معي انه كيف هون بيرجع الاتجاه على المهنه، مشان هيك بتكون مرتاحه ببيتها. نعم، هون عم نشوف عم تخبريها عن الاشياء الناقصه عندها بالبيت. ايه كون هون كنت عم بقول لها انه اتجاهها صح ونوعيه الطاقه كثير منيحه محل وين قاعده. هون كنت عم بنصحها مشان اوضه النوم ابنها لازم لها الاكواريوم، لازم لها العناصر الناريه مشان انه الدراسه تيركز اكثر. نعم. هون مثل ما شفنا كنت عم تقولي لنا انه غير المهن الاشياء الحرفيه واليدويه، عم تحكي بالنسبه للرجل او للمراه؟ الرجل والمراه نفس الشيء، يعني هول المهن اكثر شيء، وحتى المزارعين كمان كل شيء بالطبيعه. عم بقول لها انه اتجاهها صح ونوعيه الطاقه كثير منيحه محل وين قاعده. هون كنت عم بنصحها مشان اوضه النوم ابنها لازم لها الاكواريوم، لازم لها العناصر الناريه مشان انه الدراسه تيركز اكثر. نعم. هون مثل ما شفنا كنت عم تقولي لنا انه غير المهن الاشياء الحرفيه واليدويه، عم تحكي بالنسبه للرجل او للمراه؟ الرجل والمراه نفس الشيء، يعني هول المهن اكثر شيء، وحتى المزارعين كمان كل شيء بالطبيعه، كل شيء بالطبيعه.